حتى المطاحن في غزة لا تخطئها صواريخ الكيان الصهيوني. قصف همجي استهدف أكبر شركة مطاحن تمول القطاع بالدقيق، ملحقاً بها أضراراً كبيرة أخرجتها عن الخدمة لتصبح خراباً كغيرها من الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس. مطحنة السلام هي أكبر مطحنة في قطاع غزة لإنتاج الدقيق، تمتلك أكبر ساعة إنتاجية. يوم الأربعاء تعرضت إلى القصف، مما أدى إلى انقطاعها عن العمل وتوقفها بسبب القصف المدفعي. كما ترون لا تستطيع أن تنتج أي كيلو جرام واحد من الطحين بسبب التعرض للقصف. المكن زي ما شايفين كله معطل، والصوامع كله معطلة. في لحظة خرجت مطاحن السلام عن الخدمة، وهي التي كانت تنتج أكثر من 350 طنا من القمح، قبل تقلص الإنتاج إلى نصف الكمية منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة، لتزداد معاناة الفلسطينيين سوءاً فيما تلوح بوادر مجاعة في الأفق بسبب الأزمة الغذائية الحادة. كنا ننتج في الأيام العادية قبل الحرب 350 طن من القمح، وحوالي 100 طن من الأعلاف رد للدواب والبهائم. الآن نحن بس فقط كانت قوتنا الإنتاجية 100 طن فقط في أيام الحرب لعدم وجود السولار. كنا نأخذ السولار من النوروا الوكالة، وكنا ننتج حوالي 100 طن في اليوم. الآن بعد القصف توقف العمل نهائياً على المطحنة، وزي ما شايفين ما فيش عمل، كل المكان موقف ولا نستطيع العمل، لا نستطيع العمل ولا إنتاج أي نوع من الدقيق. ولا أدل في واقعة الحال من إصرار الكيان الصهيوني على المضي في جرمه، فبعد الماء والكهرباء يأتي الدور على الغذاء باستهدافه الشركة الوحيدة لإنتاج الدقيق في القطاع، ما يحتم على سكان غزة التعايش مع مجاعة حادة قد تحل بالقطاع في غضون ساعات. في الحرب كنا نحن الوحيدين الذي ننتج القمح في قطاع غزة، تعطل العمل فيها حسب ما انتم شايفين. الآن المطحنة كلها تعرضت إلى القصف ولا يوجد أي عمل بها حتى الآن حتى نقوم بتصليحها. نحن في ضائقة يعني كبيرة. المطحنة الوحيدة التي كانت تنتج القمح في قطاع غزة هي مطحنة السلام، والآن لا يوجد أي مطحنة أخرى بها قمح إلا مطحنة السلام. رغم القتل والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة وغيرها، إلا أنه غير مصغٍ للنداءات الأممية والدولية المطالبة بوقف جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين، إذ يمعن في قصف المراكز التجارية وخزانات المياه والمخابز، ليأتي الدور على شركات إنتاج الدقيق.